عندما يغيب عليه فترة طويلة شوقا إليه، فقال الله له: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا. إذن فنزول جبريل في مثل هذه الليلة المباركة يكون الدعاء مستجابا، وهي نفحة من نفحات الإله القدسية التي لا ترد فيها دعوة ولا يرد فيها سؤال. لذلك نسأل الله سبحانه أن يمن علينا بأن يلهمنا إلى هذه الليلة المباركة لنقضيها في القيام، يعني في الصلاة والتهجد وتلاوة القرآن، ولا سيما كما تفضل أستاذنا بأن أهل المغرب الشقيق لهم عادة كريمة طيبة، وهي أنهم يجتمعون باستمرار حتى في غير رمضان ليقرأوا أحزاب من القرآن قراءة جماعية. وقد قال في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله إلا تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله الكريم أن يوفقنا إلى هذه الليلة المباركة. شكرا للسادة العلماء، وأفادنا الله بعلمهم النافع وجعلنا من عباده المخلصين الصادقين وممن يستجيب الله دعواتهم فيها. أنا أتحدث عنها من جانب آخر، وهو أن أقف قليلا عند بعض الآيات التي أشارت إليها. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. إنا أنزلناه، بعض النحاة يفرق بين نزل وأنزل، فوظاهر قولهم أن نزل يفاد منها التكثير، وما أفيد منه التكثير دل على التجزئة. ولذلك في القرآن كله ما قرأ أبو عمرو بن العلاء بالتشديد إلا في موضعين: وما ننزله إلا بقدر معلوم في سورة الحجر، وإن الله قادر على أن ينزل آية لأنها جزء. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر، هذا الاستفهام هو فيه معنى التنبيه والتقرير. ونلاحظ أن فيه ما، وما تفيد العموم، وما أدراك ما معناها؟ هل أنت تدري ليلة القدر؟ المعنى المستقيم أن الله سيعلمك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. لماذا المقارنة بين الليلة وبين الشهر؟ الله تعالى أعلم أيضا. ولكن ما نستشفه من سياق الآية أن الليلة جزء من الشهر، وهي تدل على مجيء الشهر، لأن الهلال